معنا مشاهدينا الكرام من عمان عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. مرحبا بكم سيد عبد القادر معنا، ونرحب ايضا بالباحث السياسي حسين العليان من عمان هاتفيا. اذا نبدا بسيد عبد القادر النايل، هناك من يرى ان ازمه السفاره كانت محاوله للفت الانتباه عن الثوره واهدافها. هل كان من ضمن أهداف اقتحام السفارة الأمريكية هذا الهدف باعتقادك أستاذ عبد القادر؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الأعزاء وضيفك الكريم. من المؤكد تماما أن الهدف الرئيسي كان لهذه التظاهرات التي هي معدة بدقة بهذا الاتجاه، وبالتالي أن يكون هناك قضية كبيرة في العراق هي قضية مطالبة السيادة، إخراج الولايات المتحدة من العراق، إنهاء سفاراتها، وبالتالي هذا ظن الذي هندس فكرة اقتحام الشارع الأمامي للسفارة هو أنه سيحرف الاتجاه بهذا الإطار، وبالتالي سيفتح المجال لدخول أعداد من المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء، وبالتالي حقيقة إنهاء عملية المطالبة بإنهاء العملية السياسية وإسقاط النظام. لكن حقيقة هم يريدون، وبالتالي لم تكن في الحسبان أن ثورة تشرين لأنها تمثل العراق والمتظاهرين لأنهم واعين تماما ومدركين لكل هذه الأخطار، أوقعت هؤلاء بكثير من الأخطاء، منها على سبيل المثال أنهم دخلوا المنطقة الخضراء بالسيارات الحكومية وفتحت لهم الأبواب، وبالتالي كانت تظاهراتهم مدفوعة الثمن، بدليل اليوم تم نشر عدد كبير من هؤلاء المجندين في صفوف ميليشيات الحشد عن استلامهم مبلغ 40,000 دينار عراقي، ما يعادل 30 دولار لتواجدهم في التظاهرات. ثم أن هؤلاء حقيقة رفعوا أعلام ميليشياتهم ولم يرفعوا العلم العراقي، بينما المتظاهرون منذ اليوم الأول لم يرفعوا سوى العلم العراقي، بل تجاوز عليهم وقتلوا لأنهم يرفعون العلم العراقي. وبالتالي هذه المقاربة تؤكد على أن الأعداد القليلة تمثل ضعف وخور هؤلاء أمام صمود الشعب العراقي الذي هو يزداد يوميا، وبالتالي مئات الآلاف تدخل ميادين وساحات التظاهرات، مما بين الفرق بين الطرفين وأحقية الطرفين. لذلك انقلبت عليهم وانقلب السحر على الساحر، وبالتالي أصبحوا اليوم يتوددون ويتوسلون ويعتذرون للولايات المتحدة لأنهم أحرقوا كرفانا أو شاغبوا في أحد شوارعها، على عكس ما كانوا يتبجحون بأنهم يبحثون عن السيادة، يريدون طرد الشيطان الأكبر وما ذلك من الشعارات التي تبخرت بوصول أول 100 جندي من المارينز إلى السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء. نعم أستاذ حسين العليان، أهلا بك من جديد في استوديو الرافدين. كيف ترى رد فعل الثوار في ثورة تشرين على هذه المحاولات، محاولات البعض لسحب الانتباه عن ثورة تشرين، وموقف القوى وموقف يعني الثوار القوي باتجاه هذه المحاولات؟ واضح انه في وعي للخطوه اللي حصلت من لدن ثوار الساحات، وبالتالي هم لم يستجيبوا لهذا، وان كانت المناوره الامريكيه مع خصومها من الفصائل وميليشيات الحشد يعني كلفت العراقيين دماء ايضا، يعني من يقتلهم من العراقيون اليوم، والصراع الوكاله على ارض العراق وبدماء العراقيين. الولايات المتحده الامريكيه غير جاده في المواجهه، وستبقى التهديدات، وستبقى الولايات المتحده الامريكيه تتلقى يعني الضربات والضربات المتبادله في العراق في حدود متفق عليها، يعني لن يذهبوا ابعد من ذلك من مواجهات محدوده، ولا يعني اتوقع انه ايضا راح تصير مواجهات هنا وهناك يعني لتسخين الجو، لمزيد من محاولات احراج المظاهرات بالشارع وايجاد قوى تطالب بخروج الامريكان. يعني هم لو كانوا جادين، كل هذه الفصائل وهذه السلطه لديها اغلبيه برلمانيه، كان بامكانها ان تسقط الاتفاق الامريكي العراقي وتقول للامريكان تفضلوا اطلعوا، بدون كل هذا الضجيج وبدون كل هاي المسؤوليات. هم يملكون أغلبية في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية. نعم
لماذا لا يستخدموا الأسلوب الأكثر فعالية والأكثر وضوحا والطريق الأخطر وهو طريق يعني إلغاء الاتفاق الأمريكي العراقي لو كان هناك فعلا جدية. اليوم سنشهد خلال الأيام القادمة التعهدات اللي قدموها بتقديم مشروع قانون يفرض على الولايات المتحدة الخروج من العراق. الصراع برأيي طويل وسيستمرون في عمليات المناكسة. نعم. وهذا لن يؤثر على الشارع. نعم. طيب سيد عبد القادر، الميليشيات ادعت أنها باقتحامها السفارة الأمريكية إنما تعيد السيادة للعراق بحسب ادعائها، وهو طبعا ما رفضه الثوار. هل برأيك هذه الأحداث ولو بطنت بشعارات ميليشياوية هل من الممكن أن تخفي هدفها الحقيقي؟ هدفها الحقيقي واضح لأنه هم كشفوا عنها أولا عندما رفعوا أحزام ميليشيات حزب الله في تظاهراتهم، ثانيا عندما كتبوا على جدار السفارة أن قائدنا قاسم سليماني، ثالثا عندما هتفوا لأمريكا برا برا وإيران تبقى حرة. هذه كلها شعارات واعية ومدركة ومنهجة على طبيعة حال هذه التظاهرة الحكومية داخل المنطقة الخضراء، وبالتالي الثوار في ساحات الاعتصام ومنها ساحة التحرير كان واضحا تماما ليس منا من يدعو إلى مناصرة إيران، ولذلك كان ذكاء الثوار ووعيهم قبل هذه الأحداث بأشهر عندما انطلقت ثورة تشرين في الأول من تشرين عام 2019 عندما كان المطلب الأساسي، وأشرنا كثيرا على أنهم لديهم مطلبين، المطلب الأساسي الأول هو سيادة إخراج إيران. بالتالي السؤال الذي يطرح نفسه لو خرجت إيران واتفق الجميع على إخراج إيران من العراق هل بات العراق يكون صراعا ساحة صراع دولية بين الولايات المتحدة وإيران؟ بالتأكيد لن يكون، وبالتالي كان يمكن الذهاب باتجاه حقيقة السيادة العراقية المنقوصة الأخرى من خلال مراجعة الاتفاقيات التي هم وقعوها. المتظاهرين الذين تظاهروا أمام السفارة الأمريكية هي تلك الحكومة التي وقعت في زمن المالكي وهي الدولة العقيمة التي تقود العراقية وقعت الاتفاقية الأمريكية. نعم. الأمنية الاستراتيجية التي هي اتفاقية إذعان بالكامل لصالح الولايات المتحدة، وبالتالي هؤلاء تبخروا في يومين. وهنا مقاربة بسيطة، المتظاهرون خسروا 22 ألف بين شهيد وجريح، وبالتالي هم ثابتون، يتدفق يوميا إليهم مئات الآلاف من المتظاهرين. نعم. للثبات والإصرار، وهؤلاء لم يخسروا شيئا وبالتالي انسحبوا وهربوا، فبالتالي أكذوبة هذه السيادة حقيقة ستلقي بظلالها. طيب. بل بالعكس هم سهلوا أن يتواجد قوات المارينز داخل المنطقة الخضراء بأعداد كبيرة بحجة حماية السفارة. إذن نعم. هم نعم. أساس المشكلة في أن تتزايد أعداد الجنود داخل العراق. نعم. أستاذ حسين، هناك من يرى أن الميليشيات أرادت من خلال حادثة اقتحام السفارة الأمريكية جر العراق إلى حرب بالوكالة تكون الساحة فيها هي أرض العراق. هل إدخال البلاد في حرب بالوكالة لطرفين غير عراقيين سيكون منفذا وهو الشيء المنقذ لهذه الطبقة السياسية وللميليشيات من مقصلة الثورة؟ يعني هي هم كشفوا أنفسهم وكشفوا ثقلهم الحقيقي. يعني يوم اخترقت عناصر الميليشيات الحشد وفصائله بقيادات رسمية حكومية ودخلت بشكل رسمي دون أن يتعرض أحد إلى يعني محاولة، أي محاولة غرقلة حتى مش منع، ولم تستطيع أن تحشد إلا أعداد قليلة وكلها من عناصرها تقريبا، أي بمعنى أن الشارع العراقي في واد وهم في واد آخر. هم كشفوا عن حجم ارتباطهم بالشارع العراقي. هناك شعارات حق يراد بها باطل. إخراج القوات الأمريكية من العراق هو مطلب شعبي ومطلب وطني عراقي منذ الغزو وحتى اليوم. هم لكن هذه النخبة نفسها التي تحكم اليوم وتود أن تقاتل الأمريكان هي من نظمت هذا الاتفاق. نعم. أنا بتقديري أنه لا مجال للحرب بالوكالة في العراق. القوات الأمريكية في العراق أضعف من أن تفتح معركة بالوكالة، سيما وأنها لن تجد من العراقيين من سيقاتل إلى جانبها أو إلى جانب الطرف الآخر باستثناء من ارتبطوا في المشروع الإيراني بشكل مباشر. يعني أنا لا أرى إمكانية المواجهات يعني
بالوكالة في داخل العراق. يعني النفوذ الأساسي الحقيقة للولايات المتحدة من سنوات ضعيف، اليوم الولايات المتحدة هي الأضعف. إذا ما نجحوا في البرلمان بتشريع قانون خروج القوات الأمريكية فستخلق أزمة داخل العراق. لا يعني لا أدري كيف ستتصرف الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الإجراء. طيب السيد عبد القادر، إذا في المقابل كيف ترى التحذيرات الأمريكية لمواطنيها بعدم السفر إلى العراق؟ تأتي هذه التحذيرات لأن هناك حقيقة حكومة ممنهجة تعمل لصالح إيران، وبالتالي جهاز الأمن الذي يقود بغداد والمحافظات كله بيد ميليشيات الحشد، وعلى رأسهم ميليشيات حزب الله الذي يقودها، وأمينها العام الفعلي هو أبو مهدي المهندس، وهذا الرجل الذي يتفاخر بأنه أحد جنود قاسم سليماني. إذن هناك منظومة من ضباط المخابرات الإيرانيين يتولون مسألة الأمن الداخلي، وبالتالي سهولة اختطافهم، وبالتالي هم لا يريدون تكرار هذه القضية للحين، إرساء تواجد قوات كبيرة داخل بغداد، وبالتالي ربما ستشهد الأيام القادمة السيطرة على منظومة الأمن والاتصالات والذهاب إلى غرفة العمليات المشتركة لتكون تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. بل حتى أعضاء مجلس النواب لن نتفاجأ في الأسابيع القادمة القليلة أنهم لن يدخلون إلا أن يتم تفتيشهم عبر الكلاب البوليسية التي ستنتشر في عموم منطقة الخضراء بحجة تأمين السفارة طبعا. وبالتالي ناين كي سيكون حاضرا في تفتيشهم، وحتى يدخلون إلى مجلس النواب وإلى مناطق أخرى كوزراء وغيرهم. لذلك حقيقة ما أن تستلم الولايات المتحدة الملف وتسيطر على الملف الأمني وتشل حركة هذه الميليشيات التي أثبتت ضعفها وخورها لأنها لم تستطع الصمود لأيام في تظاهراتها، ولأن تبخرت واليوم هي تقدم اعتذارات وأمور أخرى، بل وزير داخليتها الذي يتبع بدر يذهب بنفسه ليغسل الجدران التي أحرقت للسفارة أو لاستعلامات السفارة الأمريكية صح التعبير. هذا كله يؤكد على أن هؤلاء هزيلين، وبالتالي الشعب العراقي حقيقة أصبح مصر أكثر على إسقاطهم، لأن هؤلاء الضعفاء الذين لا يريدون سوى مجموعة من الأوراق لصالح إيران. وبالمناسبة كل ما جرى حقيقة هو عملية تفاوض لدفع إيران على تقديم أوراق تفاوضية، لأن هناك تفاهمات ولقاءات تجري في سلطنة عمان ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي إيران تريد أن تقدم أوراق تفاوضية يمكن من خلالها أن تكسبها نقاط في هذا التفاوض الذي يجري على حصارها وملفها النووي. على هذا الأساس حقيقة فإننا سنشهد كثير من التصرفات الميليشياوية التي من خلالها يراد للولايات المتحدة أن تمسك زمام الأمومة. وكما أسلفت لكم أنه حقيقة بسبب هؤلاء جرى إرسال أعداد قوية من الوحدات الخاصة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء. لذلك حقيقة نرى أنه لا زال مثلا حزب الله يهدد أعضاء مجلس النواب بإدراج قانون إخراج الميليشيا، إخراج القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي هذا كله يندرج تحت أوراق ضغط للتفاوض لكن لا قيمة لها أمام الولايات المتحدة وتواجدها القادم الفعال في العراق. أستاذ حسين، يعني ألا تعتقد أن هذا التحذير الذي حذرت فيه الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى العراق يعد اعتراف بفشل التجربة الأمريكية في العراق على الأقل في شقها الأمني؟ يعني هي منذ زمن اعترفت بفشل الولايات المتحدة، فشل تجربتها في العراق. بس أنا يعني أرى أخي الناي المتفائل جدا بالموقف الأمريكي، وهي عبارة عن رغبات وتمنيات أكثر منها حقائق. الولايات المتحدة لن تجازف ولن تدخل بمواجهات مع تلك الميليشيات بالرغم مما بدا من ضعفها وعجزها. هذه الميليشيات يعني أذرع يمكن تفعيلها في أي لحظة إذا يعني ازداد الصراع بين الإيرانيين والولايات المتحدة. الإيرانيين اليوم في موقف أفضل 100 مرة مما مضى بشأن الصراع مع الولايات المتحدة. اليوم هم منفتحين على العالم، يدخلوا مناورات مع دول عظمى، يقيمون تحالفات، يتحكمون في دول عديدة قادرة على شل الولايات المتحدة وسياساتها في الإقليم. أنا أرى أن الموقف الإيراني
يعني لا نشطط رغباتنا على الحقائق القائمة. الموقف الإيراني لا زال قويا، وإيران تستفيد من المتغيرات الدولية بشكل جيد وإيجابي. الولايات المتحدة هي اللي في مأزق. نعم، كنتم معنا عبر سكايب. كان معنا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك. وأيضا كان معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.